الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يقول أنه قد يلزم من تكفير المشرع، إذا قلنا مشرع كافر يلزم منه أن يكون المبتدع كافرا، لأن المبتدع يشرع، وهذا إذا كان يقصد من حيث التعيين فلا تلازم بين الأمرين. قد أشار إلى هذه المسألة الشاطبي في الاعتصام، ذكر أن أهل البدع لولا تأويلهم لكانوا خارجين عن شريعة الإسلام لأنهم مشرعون، ولكن المبتدع عادة يكون متأولا ومستدلا لبدعته. حين ننظر إلى الأشاعرة نراهم يستدلون على أقاويلهم وعلى بدعهم، ويستدلون على ذلك بالكتاب وبالسنة وبأقاويل الصحابة والأئمة، ولكنهم يسيئون فهما لما يستدلون به. قد يستدلون بالضعيف والمنكر، والتأويل نوعان، والتأويل نوعان. النوع الأول التأويل في شيء يناقض أصل الإيمان، وهذا مراتب. النوع الثاني التأويل في شيء لا يناقض أصل الإيمان، وذلك فيما دون الكفر، الفسق، والبدع غير المخرجة عن الإسلام ونحو ذلك. وأما المشرع في تغيير أحكام الدين هذا لا يكون متأولا، إن التأويل لا يكون في مثل هذا، والتأويل يكون لأهل العلم ولمن له دليل. وأهل التشريع في العصر الحاضر ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الدليل ولا من أهل الاستدلال، وهؤلاء معرضون لا متأولون معذورون. والمعرض لا يعرض لا يعذر بشيء. على هذا فالفرق بين المبتدع والمشرع أن المشرع جاهل لا يقبل منه جهله، وجاهل لا يقبل منه تأويله، والمبتدع يختلف عنه إنما يتدين ببدعته ويستدل على ذلك. ومع هذا فليس كل مبتدع معذورا، إنما الحديث على جنس المبتدعة.